الله هذه زينب وحط لي لايك يا الله لكن تستاهل ألف لايك هذه زهرة وبعد الله اشتوى اشتوى ولن موعدنا لمج زينب هذا وش يبي بعد؟ لازم يرز وجهه، لازم يخرب علي، لازم. الله العظيم عارف. اخ 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 على قلبي قلبي اول. زينب! وش فيك ابويا؟ صب لي قهوة! انا صوبك يا ابويا. ولا تفيد رجولك قدامي كذي! صب لي قهوة! وش؟ أقول يعني بصب لي قهوة أبوي الحين بصبها إن شاء الله. يلا صب. يا ابوي هذه وجهك يا دلك لا ما صبيت صبيت لك يا ابوي لو ايش تبغاني بعد وش اسوي لك بعد اجي اشرب القهوه ما تفهم لا ما تفهم لا تراضني انا رجعت لك الفنجان ما هزيته اذا هزيت يعني ما بك قهوه بس فهمون في الاصمام صب يلا صب وعد الجريده وجيبها هل كان يصبون قهوة؟ هل كان بس؟ يا شوي الضغط السكري مو يفعلون هيك؟ قهوة مو شاي؟ ما تفهمون غجر؟ دير غجر؟ هيا اشرب فيها واشرب فيها ودي الجيران بعد سعيدة سعيدة أنا أكمل لك النكتاب هدي ما أكمل لك النكتة يا أبوي لا قلت لك هدي هدي يا رجل كلمني إنا لله وإنا إليه راجعون وش تبي يا أبوي وش تبي قلت لك انا منين طالعني تعبت من المهانات كل المهانات ودل توجه لي ابوي وش تباني اسوي لك وش تبي يا ابوي قول يا ابوي مهانات يا بطيخه يلا هي قوم الحين وياي السوق بشتري ماتش للامك قوم صدق انت فاضي يا ابوي ما عندك سالفه ما عندك الجو بارد واليوم حار والليل رطوبه وبيطب علينا برق انت فاضية والله العظيم فاضي انت فاضي يا ابوي شيوبا شيوبا ما نعرف ليهم وار حار بيت البرقة ارصال هي ارصال جوية هي لا بالله خرف الولد خرف خرف باكر العيد من اذبح بقرة نادوا عباس ينال المغفرة باكر العيد من اذبح بقرة نادوا عباس ينال المغفرة باكر العيد من اذبح بقرة خبر عاجل باكر العيد مؤكد طيب الله نفاسك فوق
ثم إننا من المفترض أن نأخذ الخبر من مصدر موثوق
يصح الاهتمام والتعويل عليه. بس هو ما طرش لنا اللي متاكد سامع. وما طرش لنا اللي سامع شيخنا اكيد. اسمعوا قال امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام: اما انه ليس بين الحق والباطل الا اربع اصابع. الباطل ان تقول سمعت، والحق ان تقول رايت. فهل منكم من راى الهلال؟ ما شفناه. اذا اسمعوا ايها الاحبه، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. موفقين لكم. شوف النادي اللي ذبحناه عفسنا حبيه فزني تعال وين رايح؟ تعال تخبص العالم كامل. تعال ما دل عفسنا علوق طرش لنا اخبار هذا ما خلى احد ما طرش ليه يعفسنا حبيه العالم ما في ابو حسين انت شباب طرش لي كذي خبر كل اهرار في اهرار يسلمون عاد اي خبر فيهم؟ اي خبر؟ خبر العيد بعد خبر وين؟ بس هذا مؤكد الخبر يعني والمصدر موثوق. لا حبيبي الخبر لا مؤكد ولا شيء، اصلا الهلال ما ثبت. ما ثبت لا؟ شلون ما ثبت؟ اليوم 28، انت قاعد تقول لي اليوم العيد؟ 28 يوم عادي، اكو فبراير 28 يوم. عادي ما صار شيء. كيف عادي وما صار شيء؟ في ناس فطروا، هذول احنا اللي نتحمل وزرهم. فطروا انا وش لي يخصهم بعد؟ انا قلت لهم عيد، ما قلت لهم فطروا. شوف ابو حسين. انا اعرف انت ما تسوي السؤال بس تمر وش فيك الحين هالايام؟ شوف انا خبرت سعيده، سعيده ما يصدق اني يسمع خبر بيروح يقول لابوه. ابوه ما يتحرج، انا صراحه بقول لهم انه يلا وش قاعد يجي ويقول يا الله نتمسى. يا سعيدو! سعيدو! اه حول ولا قوة اسمح لنا سعيدو! ابوي عاطف كوب كوب! ابو كذي يقعدون الواحد يا ابوي تعلمني بعد علمني! شوية بس اسوي بنامش كوم كوم كوم! بنروح نجيب فوق العيد كوم! ابوي شوية بس بنامش شوي والله بس شوية ابوي كوم بنجيب فوق العيد الساعة 8 الساعة 10 يصلون زين كوم! شوية بس اسوي شوي كوم كوم كوم! ابوي عاد قلت لك يوم كوم يعني كوم كلنا جرف هالبيت وصراخ كبرت يعني كوم اخوي ظهري ابوي عاد مو كذي يقعدون الواحد انا بستجان والله بستجان مره ثانيه اذا مكلم كوم سكيت كل نفتي بني انا طاب كل نفتي لا سكيت كل اللي طربون فيني انا اليوم مو عيد شو بعد لكن كل عيد لا حول ولا قوة أبويا؟ نعم أنت فاطرة كيف بعد اليوم عيد بس اليوم حرام اليوم مو عيد يا أبويا مو عيد اليوم ها؟ مو عيد يا أبويا اليوم سامحني مو مني يا أبويا مو مني إيش يا؟ إيه أبويا اليوم مو عيد العلماء يقولون مو عيد اليوم مو عيد؟ إيه العلماء هم اللي يقولون مو عيد
مو عليه يا ابوي سامحني مو مني ترى لك ربعي ترسل لي اخبار ولا طرش وش اسوي بعد امس تقول لي العلم ما يكونون عين واليوم يقولون مو عينه سيفه سامحني يا ابوي سامحني والله ما ادري انا سامحني مو مني والله العلماء علماء هم لك انا وحيد انا مالي شغل يا ابوي والله مالي كيف ما الدم فطرني؟ مشكلة يا ابوي تطعم 60 مسكين من ما قدرت تدفع فلوس. ها؟ آه. يا ابوي مو مشكلة يا ابوي اسف. ورني! ابوي فطرني فطرني والفطمة. كمل باكر العيد